جمال كيف حالك؟ الحمد لله. خلي منيح. كيف امورك؟ منيح الحمد لله. كيف الوضع؟ منيح الحمد لله. ايش عامل؟ ولا شيء. طلع كيف الحياه؟ مزع الحياه. ايش صار معاكو؟ ايش صار معاكو يا جمال؟ 8 شهور صاروا عندي. طيب الشلاء يعني في الشارع، شارع حميد كله الشلاء، يعني في تحت الردن لسه في شارع حميد تحت الشلاء، الحلبي وكله مقطعين. انت ما شفتش الموت بعينيها. الحمد لله. الحمد لله. انت ايه طلعت من الضرب في القصر؟ لا انا بديت طالع، انا جيت لقيتهم اثنين ولاد عمي مستهدفين، رحنا رجعناهم. يا عمي كل الحياه هذه حياه، مش حياه. متنا وتشتيش رودني وتيهش، بدنا نرتاح، بدنا ننام فضورنا.